تباب أيضا الآن، لكن لكي لا نفوت أيضا عن الأحداث التي تجري، هناك معارك عنيفة في جوبر، الجهة الشرقية لدمشق على أطراف العاصمة السورية دمشق. لنتكلم عنها معنا براء عبد الرحمن، ناشط إعلامي من ريف دمشق. براء، مساء الخير. نعم، مساء الخير أستاذ موسى. ما الجديد في جوبر براء باختصار لو سمحت؟ نعم، الحقيقة اليوم كنا تحديدا في حي جوبر الدمشقي نرافق الفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر. ما زالت هناك محاولات اقتحام متمركزة من عدة محاور، أهم هذه المحاور التي تحاول قوات النظام اقتحامها هي المتحلق الجنوبي الفاصل بين بلدة زملكة وبين حي جوبر الدمشقي في محاولة التفاف من قبل قوات النظام، وأيضا محاولة السيطرة على حاجز عرف شهير الذي سيطر عليه الثوار مؤخرا. المعارك تتركز في هذين المحورين الهامين. استطاعت فصائل الجيش الحر اليوم والبارحة وخلال الساعات الماضية من تكبيد النظام الحقيقة خسائر متعددة، كانت أكثر من 40 قتيل من قوات النظام وعشرات الجرحى تم إسعافهم لمشافي دمشق، وأيضا كانت هناك تدمير 3 دبابات على الأقل وعربة BMP وعربة شيلكا. مع كل التغطية النيرانية الكثيفة، عشرات الغارات يوميا ومئات القذائف التي تنطلق من سفوح جبل قاسيون على جبهات حي جوبر الدمشقي، مع جميع هذه الغارات والصواريخ الجديدة والعنقودية والتي كانت تنزل بالمظلات والتي لم يشهد لها سابقا قبل هذه المرة شو في حي قصة جوبر الدمشقي براء وفي لو بلدات سمحت لي، الغرب ما الشرقي. قصة اليوم شاهدنا جثث عديدة لمقاتلين في القوات النظامية في الحرس الجمهوري، أين هذه الصور؟ نعم، الحقيقة هذه الصور تركزت في محور قريب من كراجات البولمان أيضا في العاصمة دمشق، هنا بعد أن قام الثوار بتفجير عدة مباني على مبنيين بعد أن تم حفر أنفاق من تحتهما وتلغيمهما بشكل كامل، تمكن الثوار من تفجير هذه المباني وكانت هي عبارة عن مقر غرفة عمليات تابعة للحرس الجمهوري، وتم مقتل العشرات من ضباط النظام وجرح العشرات، وتم التمركز بتلك النقاط التي كانت هي نقاط استراتيجية وهامة تسيطر عليها قوات النظام، تم التمترس بها من جديد من قبل الفصائل التابعة للجيش الحر في حي جوبر الدمشقي. شكرا جزيلا لكم براء عبد الرحمن، ناشط الإعلامي كنت معنا ومراسل شبكة سوريا المباشر كنت معنا من دمشق. قبل أن أودعكم، المسافة الميدانية في حلب تعلن إضرابها عن العمل إلى حين أخذ حقوقها كاملة واحترام العسكريين لها، ذلك بعد أن قام عناصر من حركة حزم بحسب الأطباء في مشفى ميم 2 بالاعتداء على الأطباء في المشفى. هذه الحادثة على فكرة تكررت مرتين من نفس الجهة، الأطباء يطالبون باحترام تضحياتهم ووجودهم تحت القصف المستمر لإنقاذ المصابين. على فكرة أنا شفت حركة حزم في الشمال السوري، جماعة شباب كانوا يعني مش هيك، يعني كانوا محترمين معنا كثير، ما بعرف ليش هيك سووا، لإنقاذ المصابين من الجرحى العسكريين أو المدنيين داخل المدينة. الكل يحترم وجهة نظر الأطباء والعاملين في المشافي، فالكل يعلم أن معظم الأطباء بل وأكثر من 90% على فكرة منهم ترك المدينة، ومن بقي هم من لم يبقى لهم مستقبل حتى طبي عند حتى النظام، لكن في نفس الوقت يتطلب هذا الإضراب شيئا من الإنسانية التي عهدناها من هؤلاء الأطباء، خاصة بعد أن علمنا بأن المسؤول عن العسكري عن الذين اعتدوا عليهم اعتذر 4 مرات، وبأن هناك ورقة صلح قد وقعت بين الطرفين المتخاصمين، وجدوا لنا حل لأن الناس الله يعينها مش لاقية شيء في حلب ومو ناقصنا. خلاص هاي لمن يهمه الأمر. انتهت هذه الحلقة، إلى اللقاء.